يكن يا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب يخلينا ليا وما يحرمنيش مني وفيديو جديد النهارده. اهدى حبيبي اتلسع خلاص اهدى. يلا بينا نبدا الفيديو. التحدي بتاع النهارده تحدي جبار. ايه هو بقى التحدي؟ أيوة. انا معايا 3 كوبايات عصير تمام، عايزه بحركه واحده لو سمحت 100 جنيه بتاعتي هنا. بحركه واحده تخليني كوبايه عصير كوبايه فاضيه كوبايه عصير كوبايه فاضيه. بحركه واحده. طب ما فيش اماكن هننقل يعني كوبايه من كوبايه؟ ماليش دعوه، انت تتصرف وتخليني كوبايه عصير كوبايه فاضيه كوبايه عصير كوبايه بحركه واحده. ازاي يعني؟ بحركه واحده يعني انا الكوبايه من هنا. لو انا اللي قلتها لك، لو انا اللي قلتها لك هتدفع 100 جنيه. طب يعني احط كوبايه من هنا لهنا؟ معرفش، انا المطلوب ان انت تحط تديني كوبايه عصير كوبايه فاضيه. مش بحركه واحده. ثواني مفيش مكان كوبايه فاضيه عشان اعملها؟ مفيش فيه. يعني ايه ماليش؟ ماليش دعوة، أنا لو أنت كسبتني هديك 100 جنيه. لو أنا اللي كسبتك هديك 100 جنيه. ماشي، لو أنت ما عملتهاش نفس الحركة أنا هعملها. أوكي؟ يعني أوكي. أنت هتعمليها. أنا عارفة أعملها. بنفس الطريقة ونفس الرصة. بنفس الطريقة. بنفس الرصة. إيه رأيكم يا أولاد؟ أيوة. كوباية عصير كوباية فاضية، كوباية عصير كوباية فاضية. يلا. كوباية عصير لسه طيب عشان أفكر هعمل إيه يعني أساساً. فكر. كوباية عصير كوباية فاضية. بحركة واحدة. ايوه ماشي اهو. كوبايه عصير كوبايه فاضيه كوبايه عصير كوبايه فاضيه كوبايه عصير كوبايه فاضيه. يا سلام يا ابن معلم، والله لما يقعد الواحد يمخمخ كده جميل. اصلا الحاجات ديتي يعني ايه، عايزه فن وانا راجل فنان فلازم هكسب. يلا بقى ايه، ايدك على حركات وممكن اعملها لك بطريقه تانية كمان. ورينا. اه يعني فاهمه بس وريني. هي معموله اساسا اهو. وريني. بصي رجع زي ما كان يا باشا. بس انا التحدي بتاعي واحده عصير واحده فاضيه. طب ما انا عملتها لك. اوكي دي خلصنا منها. ده انا كسبتها كده. ايدك يلا على الرهان. ايدك على الرهان. ولو عجبكم التحدي تعملي ايه؟ ما يحرمنيش منها ومن من الرهان بتاعها والفلوس اللي باخدها منها. يا سلام يا جميل يا جميل. يا جميل يا جميل. لو عجبكم تعملوا لنا ايه؟ هتعملوا لي ايه؟ لايك وشير وسبسكرايب. سلام. باي. يلا انت هتسامحني.